من مديرية التربية والتعليم إدارة المنطقة التعليمية. لنا لقاء مع الباحث الإعلامي، تعرف على حضرتك. مصطفى محمد عبد الباسط، مشرف ومؤسس مركز التطوير التكنولوجي بإدارة أرمنت التعليمية. النهاردة احنا مشاركين في معرض العلوم والهندسة 91 مشروع بإجمالي عدد طلاب 170 طالب وطالبة في مجالات مختلفة. قدرنا بفضل الله نوصل المعرض التمهيدي ما يقرب من 60 مشروع بعدد طلاب 48 طالب. ممكن حضرتك تعرفنا على أقسام المعرض؟ المعرض بيتناول عندي مجالات كثير، وخصوصا ان عندنا اكبر عدد طلاب مشاركين السنه دي زي ما انت شايف حضرتك. عايزين نتعرف قاعدين ندرس القراءة والكتابة في 90 يوم. عايزين تشرحي لنا كده بإيجاز. داخل المدارس التعليمية بإدارة أرمنت التعليمية؟ عملنا تجارب على بنات صغيرة. ونتيجة البحث؟ لا الحمد لله. شكرا. تعرف على البحث بتاعي عمارة الدمير، بحث مجهود واحد انتشر في فترة قريبة. كنا احنا بنعالجه من خلال نظرية عالم روسي اسمه بارك، عمل نظرية على كلب اسمها مثير الاستجابة، واحنا اخذنا من خلاله النظرية وطبقناها على طفل التوحد، وتم الحمد لله من الدكاترة وكده ابتدوا يعملوا جلسات مع الطفل، والحمد لله دلوقتي لاقيين نتيجة كويسة. طيب في مشاكل التوحد داخل المدارس تم طبعاً معالجتها؟ عارفين عليها بسرعة. المشاكل ان هو لما بيكون وسط الطلبة احنا بناخد عنده فكرة ان هو معاق وهو ما بيعرفش يفكر، لكن هو بيعرف يفكر تمام كويس، بس هو عندي يعني غير قادر على ان هو يتواصل معانا، بس هو بيبقى بيكرر الحاجة كذا مرة، فاحنا مفروض نسيب له اوسع طريقة يتعامل معانا بيها. بس احنا هل قرار الوزير بدمج اللي هو المتوحد داخل مع المتعلمين داخل الفصل ما أثرش على العملية التعليمية؟ لا هو ما أثرش على العملية التعليمية، عشان هو لو طول ما هو قاعد معانا مع التكرار هو هيتعود وهيبقى زينا تمام. ما هو من خلال البحث بتاعي هو بيتعالج لما بيكون وسط ناس عادية مش بتدور اللي حواليه. تعرف على حضرتك. شكرا. فايز رمضان عبد الرحمن. ادينا فكرة كده عن المعرض. شرف ومنصة طيبة. ادينا فكرة حضرتك كنت بتسأل على مجالات المعرض. عندنا كده 17 مشروع تصميم هندسي، وعندنا مشروعين هندسة بيئية، وبعد كده عندي الصف ده كله سلوكي. هل تم التطبيق على الواقع؟ طبعا هو لازم يتم التطبيق على الواقع. وداخل المدارس؟ وداخل المدارس بالنسبة للسلوك. مدى الاستفادة حضرتك؟ مدى الاستفادة ان هو بيتعلم ازاي يعمل بحث علمي. هو اصلا علوم التكنولوجيا بيعلم الطالب ازاي انا اعمل مشروع بحث علمي. وعندي مجالات تانية، عندي علوم الطب الحيوي. الطب الحيوي. الطب الحيوي والكيمياء بالأكواد حضرتك. ده يا أوسر معي أوسر. أبلاقي حضرتك. هذا اسمه كود 2 3 4 خاص العلمية. طيب إحنا برضو لفت نظري يعني سرطان الثدي اللي هو بنعاني منه حاليا، ممكن نتعرف على حضرتك وتكلمين عليه؟ مدرسة عائشة من المؤمنين. الموضوع يتكلم عن سرطان الثدي والجولب على الجولب على فاكهة تعالج سرطان الثدي موجودة في أمريكا الجنوبية، وتعالج سرطان الثدي. وسرطان الثدي هو مرض العصر بجميع المقاييس، فلن يكون أسهل من السير على القمر والوصول إلى قاع المحيط، ولكن نحن يكون الناس كانت تعمل كثير من الأدوية الكيميائية. احنا نعالجوه بطريقة طبيعية بفاكهة الجولب.
طيب بتنصح ايه دلوقتي بالنسبة للأمهات او السيدات الكشف الطبي؟ التشخيص نصفهم التشخيص يعني ويتناولوا الفاكهة دي ويستمروا عليها هي المدة 3 أسابيع يشفى المركز. شكرا. هو ده مع الاثنين. وهنا مجال الفيزياء وفي عندي برمجة. عايزين نتعرف على الممرض كده في جهاز كده. عندنا مولد تبقى فيه زي مصر كده يبقى عندنا تيار الهواء مش يبقى قوي بحيث ان هو يحرك التربونات الهواء بسرعه كافيه يعني تمشي الطريق اللي احنا عايزينها. فاحنا عندنا هنستغل احنا الطرف المغناطيسي بحيث نزود السرعه بتاعت طواحين الهواء ونخليها تتحرك واحده من غير هواء اصلا. احنا مش محتاجين هواء بحيث ان احنا على الثلاث ريش بتاعت الكورونا نثبت 3 مغناطيسات. بس هنختار القطب بتاعها يكون شمالي او جنوبي المهم يكونوا شبه بعض تمام وحواليها بالنسبه للمؤمن هل تم على الطبيعه معاكم انتم المكن الطبيعه شغالين عليه ميكانيكا شغال معانا يعني استفدتوا منه حاجه بالنسبه لده هل طلعنا بنتيجه منه اشتغل بس يعني في شويه حاجات شو لسه برضه برمجيات وعندي تعرف الحارس الصغير ايه معنى الحارس الصغير ده عبارة عن قفل مشبك فيه بصمة وفيه شريحة تليفون فيه انذار تليفون ده موجودة فيه قفل موجودة عن طريق التليفون محمول يبقى في برنامج أو سيستم تصل شاشة التليفون. كم تطبيقه؟ أنا شغال فيه. شغال في البوردة بتاعته. بس لسه ما تمش التطبيق يعني ما وصلتش نتيجة. أنا شغال في البوردة بتاعته. يعني ما وصلتش نتيجة لي. لسه ما وصل لحاجة وفشل. أنا بعد. وصل لحاجة وفشل وهيرجع تاني. بعيد. وفشل الأولانية في المرحلة الأولى. دير الإلكترونية. تفضلوكم تعرفون. مشروعنا بقية السويدي من دون نظارات. للنظارات؟ بدون نظارة؟ مهما عاملين النظارات عشان نشوف السويدي. أي واحد بيروح السينما في بعض الأفلام بتكون 3D بيروح لابس النظارات 3D عشان يحس إن هو جوا الفيلم. إحنا خليناه من غير النظارات خالص. حطينا في الداتا شو الفلتر. الداتا شو يكون فلتر لازم الداتا شو يكون 360 يعني ليه 3 وجوه عشان ما يعرفش اتجاه واحد يعرف في كل الاتجاهات يحس ان هو جوا الفيلم يعني فوق وتحت وفي كل الاماكن اللي هو قاعد فيها. يعني مارستوا العمل ده؟ مارستوه؟ مارستوه على الداتا شو؟ طبعا نشوف بس سبعة طبعا الفلتر احنا علش ابتدينا ده مكان الفلتر اللي هو ده زي قصدي داتا شو عملنا ده مكان الداتا شو ده بديل يعني بس هو لازم يكون الداتا شو بديل هم السيف الفلتر بتاعنا حتى بتاعنا احمر اصفر بس مش فلتر حديدي فلتر احمر اصفر عشان اول ما عدى عليه الضوء يعرف الصوره اول ما عدى عليه اللي هو الفيزياء ذات نفسه هو الاحمر اصفر تعالج السوق وبعد ما يعالج حضرتك من المعرض التمهيدي للعلوم والهندسه باداره المنطقه التعليميه التابع لمديريه التربيه والتعليم مع فريق منسقي اسف ارمان شكرا.